إلا كنتي ساكن بوحدك أو مع والديك تسرح رجليك مزيان، عندك كين طيب وعندك حتى الطواليت ديالك، خاصك تحمد الله وتشكره، حيت هادشي اللي غتشوف في هاد الفيديو هو الحياة ديال القفز البشري بمعنى الكلمة. شكون فيكم ما كيعرفش الناموسيات اللي وحدة فوق من وحدة، اللي معروفين بلي لي سوبر بوز، اللي في الغالب الناس اللي ساكنين في اقتصادي كيديروهم لولادهم باش ما يشدوش لهم المساحة في البيت، نفس الكونسيبت عايشين به الناس. ثاني أغنى بلاد من حيث العقار ألا وهي الشينوا، اللي تكلاسات من بعد سنغافورة، اللي البارطمان قد ديال الاقتصادي اللي فيها 50 و60 متر كتوصل 10000 فورو ديال الكرة في الشهر. ايه كيف ما سمعتي، 10 ديال المليون غير السومة ديال الكرة ماشي باش تمتلكها وتصبح ديالك. وفي حالة كان شي واحد متقاعد ومزلوط، الحل الوحيد باش يلقى فين يحط الراس هما هذوك ناطحات السحاب اللي رقاق بحال شي برا، في كل ايطاج كتلقى اكثر من 200 كابسول، بيوت صغار بحال شي قبورة، ناموسية فوق من ناموسية، غير هي مقادة بالسيما والعود، المساحة ديالها تقريبا 70 سنتيمتر في العرض و2 متر في الطول، وكاين فيهم اللي فيها غير مترو 80، نقدروا نقولوا بانها اكبر في اي بي. وياك دير شي حركة ماشي هي هذه، راه ممكن تضرب راسك مع السقف. هاد الكابسيل اللي كتشوفوها صغيره وراها اقل الثمن باش يكريها الواحد في هاد البلاد هي 180 اورو، ما يقارب 1800 درهم مغربيه، وهاد المبلغ راه ممكن تكري بيه بارطمان كامله في المغرب، غير اختار اي بلاصه بغيتي. ونزيدك مالين هاد المحلات عارفين باللي هاد النوع من السكن ممنوع في البلاد، والحكومه حيت ما عندهاش الحل باش تسكن هاد الناس وتلقى لهم بلاصه وسط من مدينه اللي شبعانه اقتدار، كتدير عين ميكا وما كتسوقش لهم، وهنا فين كيضربوا هاد الناس صحاب هاد المحلات فلوس صحيح، وانت كاجنبي وماشي ولد بلادهم وعينيك ما مجبديش بحالهم، مع عمرهم ما غادي يكريو ليه حيت البراني مرفوض عنده، وترى غير باش تدخل ليهم خاصك تكون ما كتبانش حيت العينين غيبقاو تابعينك فين ما مشيتي، بحال الا داخل شي بلاصه كتبع فيها الضروب. هاد البنايات كتفوت 10 ديال الطوابع، من برا كتبان مسبوغه وكيوت، ولكن غير كتطلع لاسانسور كتصدم ملي كيتحل، حيت كتبان لك الكارثه اللي مخبيه وسط من بلاد اللي كتدعي النقا والانضباط. فما تصدمش الا لقيتي عائله كامله ساكنه في هاد الكابسيل، ساكنه في هاد القبر الفي اي بي، راجل ومراته وولادو كيدوروا في الكولوار. اما الا كنتي عندك فوبيا من الضيق راه ممكن تخنق وما تكملش حتى في هاد البلاصه، حيت غادي تحس براسك بحال الا في قبر، وبحال الا الحيوطه ديال هاد الكابسيل كيتجمعوا عليك وكيخنقوه بالاخص ملي كيتفضوا. عادي خاصك تعرف كيفاش تحرك وكيفاش تقاد الامور بلا ما تبرزت لناعس الفوق ولناعس تحت من الكابسيول ديال. اما الا كنتي كتشغر فراه بلاصتك ماشي في هاد الخنت، غير بدل البلاد من الاحسن، حيت حتى شي واحد ما غادي يقبل يكري لشي واحد، غادي يبرزط ليه الكليان ديالو بالشخير. اما الحراره فلعل كترضى، ناس عايشين غير بالفرفارات، والمعاناه ديال بصح هي ملي كتزير وكتبغي تمشي للطواليت خاصك تضرب واحد المسافه وخاصك تهبط شويه بلا ما دير الحس، وإلا عندك شي زهر ممكن تلقاها خاويه، والا هك غادي دير كل شيء في سروال. وتخيلوا معايا في بيت فيه 25 متر، يعني المساحه ديال 5 على 5 كينعسوا فيه اكثر من 15 واحد، هاي كيف ما سمعتي، وكل واحد فيهم كيخلص 1800 درهم للشهر، وهذا الثمن بلا ضو وبلا ما. بكل صراحه واش تقبل تسكن بهذه الطريقه؟ خلي لي الراي ديالك في التعليقات، دير لايك وبارطاجي مع اصحابك، دير متابعه الصفحه ومرحبا بك في العائله ديالنا. كان معكم محسن، هذا مكان تهلاو.